أزول في اللون نهيت ما يسمى أزول مقرن مرحبا إسون pour cette dernière vidéo de cette journée du bien sûr mardi 19 juillet 2020 راح نجاوب بعض الناس اللي راسلوني ونقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة سورتو على هذا السيد هذا اللي شفتوه دوكا في لاباج نتاعي اللي ضرب الطفل هذا المراهق وظهر هذا الطفل هذا مش مراهق خلاص ظهر بدتر يكون مسكين مختل عقليا ولا حتى قبيل جابوه وداروا له واحد زعما قالوا واحد طلب السماح باش تشوفوا دوكا ولا الضحيه هو اللي يطلب السماح باش تشوفوا يعني كيفاه الجزائر ولات جابوه واحد الجماعه هكذا وقالوا له اطلب السماح وقال لهم اسمحوا لي يعني غلط وحتى الهضره اللي هضرها ما فهمنالوش واش يقول الطفل هذا مسكين يكون ما على باليش مدمن ولا يكون ليسونسييل ماهوش ظاهر مليح واش بيه الناس اللي ظهروا اللي كتبوا لي ماهمش بزاف يعني ماهمش يعني بالاكثريه اقليه كيما انا ناس اقليه اللي ما يحبوش الظلم وما يحبوش خصوصا نساء ولا رجال قلال خلاص قلال ماهمش كيما الدواعش كاملين اللي من الصباح وهما يعجبهم الحال وظهر هذا السيد هذا كيما قلت لهم قبيلت انايا سي تان نيغو سي تان ايغو هذا السيد بطل هذا السيد هذا اللي يقولوا بلي هو مريض واذا مريض صح ندعي له كامل بالشفاء بصح يا اخي مريض ما تضربش الناس يا اخي الله يشفيك يا اخي هذا ما نقول لك مبصح يا ابن عمي تعدى على الانسان كيما الطفل هذا تضربه انت بالضرب هذا كامل وتسبه ما تصلحش هذه الناس هذو اللي كاملين الاف ولا ما عرف قداش هذو اللي كل اللي يقولوا يعطيه الصحه يعطيه الصحه هذ الناس مساكن دواعش على ارواحهم مساكن واحد فيهم قبيل قال لك انتم ما ديروش اللحيه انتم راكم نساء يوم النساء خير منك النساء والله العظيم انا نقولها يا ولدي غير انا نحترم من النساء خير منك انت وانت كي دير اللحيه زعما واش هي اللحيه سي كوا انا ما نقدرش نخلي نهار واحد اللحيه في وجهي انا نحف حتى المهنه نتاعي ما تسمحليش باش نخلي اللحيه لا ارهابي انا ولا الناس ما يديروا اللحيه يعدلوها اخرين يعدلوها مش كيما اللحيه تاع تعيف ابن عمي تعيف اسمحوا لي بالكلمه هذه الناس يدير اللحيه راه يرازيها وكما قال واحد يعدلها يتقنها يدير الريحه يدير مين نتوما بن عمي تخلعوا الناس اصاحبي نتوما تخلعوا الناس عنده الحق واحد الخطره واحد السيد في خنشله مدير تاع مدرسه جاه واحد ضرب اللحيه لهنايا قال له ما خلاش يخش المدرسه قال له ما تخلعليش الاولى يا سي محمد وعنده الحق الى ريزون قال له انت جاي تخلع لي الاولاد ولا واش هذا الى ريزون هذا روحك يا ابن عمي واه ابن عمي تخلي اللحيه حتى لهنايا وتقول لي سنه تمسخر بيك براحك ولا تمسخر بالناس يروح السنه بكري كانوا الناس يمشيو فوق الدواب روح مشي فوق الدب علاه تركب في الطياره دوكا كي عاد السنه هذه تهضر عليها انت روح لبس القناضر كيما راهم يلبسوا بكري الناس وروح كل بكري واش ياكلوا بكري وروح انتم عرفتوا غير الخماج برك السنه كي تخليوا الحي نتاعكم يتكركروا لهنايا هذا واش تعرفوا على كل حال حنا الله يسهل عليكم خليهم حتى يتكركروا كيف اسمه في الارض الله يسهل عليكم بصح ما تحقرش الناس برك ما تحقرش الناس يا اخي هذا السيد كيما قلت قبيل نورمالمون انت انسان كبير تحكم السيد تحبسه بالبيرو قال روح وليدي نهضر معاك قال لك تشوف واش مداير انت وكان يسمع لك مع الطفل تحكمو تضربو يعني انت واش هو انت يعني واش هو وزاد كي انت يعني وزاد كي لو كان جا ابنك انت تقبل واحد يضربو كيما هكا لو كان جا ابنك انت تقبل تضرب واحد تضرب ولدك كيما هكا ما نضلش بونس با يا سي محمد واحد ما يقبل ولده يتضرب كيما هكا انا قلت لك حتى الدوله بعد الشرطه والدرك ما ينجموش يضربو الناس وما يضربوش الناس عمري ما شفت انا شرطي حقر واحد ولا من غير اذا مدوا لهم اوامر باش يقول لهم ديسبيرسي لي جون ولا من هذيك اوامر باش اللي يستعملوا القوه عندهم اوامر بصح باش يروحوا يجيبوا واحد ولا يتكلموا مع انسان يضربوه ما جامي دافي ليش يكون ليش تبعد يكون قاتل بعد ما يجيبوش يضربوه يعيطوا له ويحكموه يديروا له ميروك يديوه
الكوميساريا، ومن تم كي تم التحقيق يديوه للبروكيور سيدو، ما يضربوش الناس، سي با كوم سا. هذا السيد هذا على كل حال غدوة نشوفو مع السلطات تاع نتاع الثانية في وهران، دوك نشوفو مع البروكيور جينيرال غدوة إن شاء الله بحول الله. لازم السيد هذا يتم الاستدعاء نتاعو ويسمعوه على محضر، ولازم نعيطو لهذا السيد هذا ما نعرفوش. أنا بعثت للناس قلت لهم هذا ظهر، وقال لك اسمه بومدين هذا السيد هذا اللي ضرب الطفل بشيري بومدين. بصح بشيري ولا ما عرفوش بومدين من بلدية الثانية في وهران هذا ظهر، مي لا فيكتيم نورمالمون نحوس على لا فيكتيم، باسكو لا فيكتيم لازم دوا بورتي بلانت، دوا بورتي بلانت بور كو اي بليسيور فولونتير. ليش هذا ضربو بالكفوف يسمى هذا ضرب كيما قال واحد ما عندوش حق، خلاص خلاص يضربو. والشتم الشتم ثاني كيف كيف، والبوست نتاعو اذا تكسر لازم يخسرهولو. شنو انت تسبق للناس مالا الكل نديرو دي ريفولفير مالا ونجيو خارجين لبعضنا كي الوسترن مالا مالا كي الوسترن. ها الطفل هذا مسكين حتو ما عندوش والديه وما عندوش، لو كان جات كيما في عند الشاوية يروح يجيب ماليه يحرقولك الدار نتاعك بالحرام اللي لهاديك غير تشعل. ميجبوش كاين عراش وكاين ناس وكاين صعيب الحال سي محمد بالحرام. يا لو كان جيت عند الشاوية والله يا ما نسميش العائلات، والله لا تبات في دارك الليلة هذيك يا سيدي. هي ما تصلحش وتحقر الناس ابن عمي، تحقر الناس ومن بعد تقول كيفاش. على كل حال غدوة ان شاء الله نعطيكم الاخبار الاخيرة تاع هذه لافير هذه اللي ما خليوهاش. والناس كيما خويا مصطفى هذا صاحبي اللي قال لي حطني معاك باش نشكيو بالسيد هذا، يعني الناس يعني على بالهم باللي ما يشتيوش الظلم. الناس كيما هذو يعني فريمون مستوى عالي كبير، ما يشتيوش الظلم، ما يحبوش الظلم، وقلال مالوريزمون قلال. دوكا هاد الناس كل كسوا نساء ولا رجال دواعش ابن عمي، يشتيو غير لا فيولونس صاحبي، تشتيو غير لا فيولونس، تشتيو غير العنف يا صاحبي. ايوا شي العنف ما يجيب والو، العنف ما يجيب والو، يجيب والو العنف. حنا ويسبونا ويتهدوا علينا بصح ديما قال ولدي كالميهو كيما يقول الانسان بالعقل يا سي محمد. واش فيك بالعقل وادر منا وادر اش قادرين نقيسوه السيد وقادرين نديرو له مشاكل، بصح نهضرو بالعقل مادام راهو السيد راهو لي با اغريسيف كيما قال واحد ومازال يتعيط بركو منا، نهضرو معاه بالعقل بالعقل سيتو. سي جي فوق الفيلون نتاعو نهضرو معاه سيدي، نهضرو معاه سبحان الله. هذا الموضوع واش الموضوع نتاعنا كيما عهدتكم اليوم الساعة. على حبيت نتكلم اليوم على كان واحد سيد ما بوزي لا كيستيون ريبوندي لو دوكا، قال لي تكلمنا على الناس اللي متزوجين بجزائريات اسكو عندهم حق يديروا الجنسية الجزائرية. طبعا طبعا كاين قانون يقول باللي واحد كي دار بيكزومبل ما على بالناش حنا فرونسي ولا ان شينوا ولا جو سي با ولا ليترونجي يزوج بجزائريه، القانون يعطيه الحق باش يطلب لا ناسيوناليتي بشروط، بشروط ماهوش يعني كيما في بيكزومبل في فرنسا جزائري باش يطلب الجنسيه لازم يكون عنده 5 سنين، لازم يكون عنده دابور ان كارت سيجور، لازم يكون عنده. حتى في الجزائر كاين كاين فيها شروط اللي لازم باش كيما قال واحد يوفي بها باش يقدر يبوراكيغي لا 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 واش يقولوا لاسونيتي الجيريان بار مارياج بار دوكري. لازم يشوف باللي المارياج راه صح دار عنده كيما حنا في الجزائر 3 سنين 3 سنين لازم يكون عنده مور 3 سنين، في فرنسا سي 5 سنين. لازم يكون عنده 3 سنين ستادير كي النهار كي حط لا دوموند، كي حط لا دوموند باش يدير لاسونيتي ديجا يكون عنده 3 سنين. عندك في فرنسا عنده 5 سنين، واذا عنده الاولاد كل طفل ينقصوا له عام عليه. بيزون اذا عنده 3 سنين فوا ينقصوا له 3 سنين، واذا عنده 4 سنين فوا ينقصوا له 4 سنين. هي باش
لازم يكون هو عنده ثاني ساكن في الجزائر لمدة عامين وما يكونش عنده مشاكل ما دارش ما ضربش مع الامن وما دارش مشاكل كما قال واحد ضد الدوله هذه ثاني كيف يكون عنده باكزومبل ما يكونش يعني عنده كاش بيسير تاعو خارج هذه هي الاخر ولكن ما يكون عنده حتى في الخارج ممكن يكون عنده في الخارج باكزومبل عنده دي كونداناسيون يعني على حوايج كبار ما لازم هذه ما يقبلولوش اخرين وقيل القانون عدلوه نتاع لازم يكون عنده عامين نو دوكا وقيل يكون عنده على حسابهم سيتون هو 7 سنين هو في البلاد مدة نتاع 7 سنين هو في البلاد ما يكونش مريض نورمال هو مريض ما يكونش يعني مختل عقليا هذه رسمي وثاني ويبين باللي مشارك في جمعيات في منا باللي راهو مندمج في شو يقولوا في لا سوسيتي الجزائريه هذه بيان سور الطلب يدار للوزير العدل الوزير العدل وهو اللي يردك يقدر يقبل لك ولا يدوار غوجوتي لا دوموند طبقا للقانون رقم 26 فوالا هذه هي الانسان اللي كتب لي وقال لي كيفاه باش واحد يدي لا ناسيوناليتي الجزائري عندك هذه نتاع الزواج لازم يكون انسان مسلم باش يقبلوا له يتزوج بجزائريه هذه يكون جيت من الدوله نحيها نقول لكم الحق خاطرش يتلاعبوا بها بزاف الناس يجي يعلمون بعد يقول لك اشهدوا لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله غير يتزوج بالمراه يديها يدير الاولاد يقولها راح تلعبي على روحك انت والدين تاعك دونك كواسيس هاي ما عندها شيء ما تبارك كما سمعتوها كامله مراه تحكي كان شينوي هرب لها بالولاد نتاعها نهار كي حب يتزوج بها قالت له دخل الاسلام دخلهم بعد ولا اطي خلاص كيما قلت لك ولا اطي ولا مش غير ولا عنده ديانه يهوديه ولا ملحد كل العباد دونك سي با لا بين تحكموا على الناس قال يا لازم تكون تشهد وتكون خلينا من الفكير هذا نتاع شحال لي سي طومبيليز كما قلت لكم راح نتكلم يا مس قلت لكم ان نتكلم على هذو الناس اللي داو الباك نتاعهم هذاك مونسيون حاجه مليحه اللي عدت اعلى معدل شفنا الناس اللي كرموهم الاخر خلاص اللي كرم وقيل طفل الباك بعثوه لتونس يعني خير من ما كانش بصح يا ناس هذا اللعب اللي يلعبوا فيه الاستوريتي قال هيا نديوك عمره احشو شوي على عرضكم العمره روح ديها انت وديها لولادك هاك انت هذا المير هذا نعطيكم واش بغيتوا هذا المير هذا نتاع في باريكه وقيله ولا من هنا لو كان هو بعد نعطيه له عمره ما يروحش لو كان نعطيو له فيزا لفرنسا غدوة بعد يروح هي ما تلعبوش على الناس يا جماعه ما تلعبوش على الناس كيما تشتي ليك انت وتشتي لولادك اشتي للناس الاخرين صح معليش ديوها تكمل قرايتها في ترونجي اذا نجمتو مادام هي الاولى اعطيوها كيما قال واحد اجريو عليها تروح لترونجي تكمل قرايت نتاعها هذه وي ما كانش اعطيو لها سكنة سيدي كيما قال واحد نفتح في يدها غدوة تحب تتزوج ولا حاجة تلقى عندها سكنة اعطيو السكنة لباباها اعطيو السكنة لإماها اعطيو لهم دراهم خلي يعاونوا بهم ارواحهم ما تمسخروش بالناس يا روحوا نديوكم للعمرة يروحوا نتوما للعمرة نتوما ولادكم تبعثوهم للأوروب
يقولوا ولاد الشعب طيشوهم تلعبوا عليهم تديهم للسعوديه يروحوا يحذفوا هذاك كيما يقولوا الحيط اللي داروه سيادكم لي زاميريكان. يتمسخروا بكم يتمسخروا بكم تضربوا الشيطان بالحجر تضربوا هذاك الحيط هذاك هذاك الشيطان هذاك شوطناكم نتوما هذا نتوما هذا الناس هذو اللي تلعبوا على الشعب نتوما شوط هذاك الحيط مو الشيطان هذاك دونك خليوا الناس ترونكيل هما اللي غالب عليهم مساكن ما يعرفوش كون جاو يعرفوا صلاح انا نقول لك الحق نتاع انا لو جات بنتي ولا ولدي ربح الباك وتعطي له هذه عمرا نضربك بها الوجه نقول لك روح ديها انت هذه هي باسكو تمسخر يبو ميريتي لافيونس ماشي مليحه مي بارفوا كيما هذه روح تلعب علاش باسكو تحقروا الناس ولدك انت تدي عمره نعتوا لي ولد مسؤول بعثوا العمره يا نتحدى اي واحد نتحدى اي واحد درك يقول لي مسؤول الفلاني بعث ولده العمره ايا شيش شيش ولادكم في باريس ولادكم في الاسباني راهم في الايطالي راهم في الامريكان راهم في الكندا ولاد الشعب تديهم للسعوديه بركاو من اللعب هذا وبركاو من التمسخير عيب عليكم عيب عليكم حنا نعرفوا بلي واحدة خرجت هي الاولى ولا دات مونسيون هذاك باك هذاك مونسيون ولا هذه نشوفوا كيفاه نبعثوها للخارج باش تزيد المستوى تاعها يزيد يطلع وتزيد حاجه مليحه للبلاد وحاجه مليحه ليها هي وشرف للبلاد اذا ما نجمناش كيما قال واحد نبعثوها فاكونس برك سيدي نبعثوها فاكونس في الاوروب تروح لاوروب تشوف تبعثها ليش افريقيا عند ما يشوفهم ساكن وش 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 من وش فاكونس في افريقيا هذا نتاع الصيف هذا بعث واحد لتونس دومي مال دومي مال مي انا قلت له كان زاد دار جاز تعطيهم سكنة أعطيهم سكنة سكنة يا خويا يا أخي ماشي باش تعطيها له يخاف تكريها له يكري له سكنة من السكنات هذو شوف مع الججنات قال ولدي هذا السيد هذا اكسبسيونيلمون دا الباك هي هاو سكنة باسمك أخويا غدوة تحب تتزوج ولا انتي تحبي تتزوجي ولا أعطيها ليماك ولا لباباك وخلاص يا سي محمد هذا محمد بان هذا تقول لي ممنوع رفع الصوت الصوت انت كتبت كتبت من الساعة بعد الغروب ولو كان مسؤولين والشرطة تخدم خدمتها وتطبق القانون الصارم لو كان هذا الشيخ المسكين يبقى في داره الشرطة يخدموا خدمتهم يا سي محمد ما عندك ما تهضر لازمك لازمك تغسل روحك مليح الساعة باش تنجم تهضر على الشرطة اوكي الشرطة ولا الامن كامل يخدموا في خدمتهم وما تنجموش تتكلم عليهم خلاص حتاش لو كان ماهمش الامن راك كيما قال واحد الجزائر راهي راحت راهي عندها سنين من اللي خلاص غبرت دونك الامن يخدم بصح الامن ما نجموش نديرو كل مواطن نديرو له بوليسي قدام دارو ما نقدروش سي با سي با فاسيل علاش ما تقولش انت هذا السيد هذا باش راح يضرب هذا الشيخ هذا عيط الامن هز التليفون عيط الامن ما ينجمش انا لو كان نشوف واحد دوكا مداير حاجه ولا ما انا نعيط نهز نعيط الامن يجيو تشويت ما تنجمش تعيط الامن عيط الام قال خويا عندنا واحد راه ما خلاناش نرقدو الام تتشويت يجيك تتشويت مي ما ضربوش يا صاحبي عاد تقول انت كون جات الشرطه الدوله كيف اسمه لو كان جات الشرطه تخدم خدمتها واش الشرطه راه راقدين على حسابك انت ولا والله لو كان جاو الشرطه راقدين والله ما تنجم ترقد في دارك ترونكيل ليله واحده والله ما ترقد في دارك ليله واحده يا لو كان جات الشرطه ما تخدمش انت راك راقد هما راهم يديروا في الدوريات وراهم خليكم من الدعشيين هذو نعرفوكم نعرفوكم كاملين تشوتوا تروحوا تنعتوا الامن باش يقولوا بالصبع الامن سيادكم انا نقولها لك الامن سيادكم وسياد سيادكم اهضروا على قطاعاتكم حتى الصحافه تقدروا فو بوفي لا كريتيكي مي نو الامن لا خط احمر الشرطه تخدم خدمتها وبارك الله فيهم يعطيهم الصحه
نتوما اللي ما خدمتوش خدمتكم. وين الحس المدني؟ عيط لاخويا، هز التليفون، عيط هز التليفون. وكان تشوفوا واحد راه يحط اون بومب، والله لا تعيطوا للامن، والله ما تعيطوا للامن. لو كنت تشوفوا واحد راه يحط اون بومب، قلال خلاص، قلال الناس اللي تعيط للامن. بصح انتوما ما تعيطوش للامن هكذا، انتوما تشوفوا واحد تمشي مع وحده تعيط له للامن، هذه سير، هذه سير. تشوف واحد طفل قاعد مع طفله هم قاعدين يحكيو تو تسوي تعيطوا للامن، هذه وي. مي واحد يحط اون بومب تغطيو عليه. على كل حال انا هاد الناس هادو اللي عندهم ولادهم نجحوا، انا اللي كنت تسمعوني لهادو اللي عطاو لهم عمره رجعوها لهم، رجعوها لهم، قال دي ولادكم ولا جيبوا ولادكم يروحوا معنا. هاي هاي سيدي الرئيس البلديه، روح جيب ولدك، اذا ولدك حتاو يمشي معنا العمره نمشيو يلا. كاش ولدو يبعثوه لفرنسا، راهو في باري يحوس، من تو يبعثوكم للسعوديه ليت تروحوا تضربوا للحيط بالحجر. دونك كون جيت منكم انا والله ما نقبلها. ديروا كي السعوديه اللي يديو الدراهم يبعثوهم ليزيتازوني داميريك، ويبعثوهم لاسرائيل، ويبعثوهم لفرنسا الدراهم نتاع البترول يتقسموهم، والدراهم نتاع الناس تروح تحج ملايير، يبعثوهم لفرنسا، يبعثوهم للامريكان، والمسلمين مساكن اللي محتاجين يبعثوا لهم النسخ. خاطر اللي فات بعثوا طياره نتاع نسخ لإثيوبيا. بركاكم انتم سخير، ربي يتفرج فيكم وما يبارك لكمش. تبعث الدراهم للمريكان وتبعث نسخ لإثيوبيا، واش يديروا بالنسخ؟ واش يديروا بهم؟ الله. أنا ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم قيمتي هنا، إن شاء الله غدوة نرجع لكم في كانش دي فيديو، الناس اللي عندهم دي بروبوزيسيون باش نهضروا على حوايج مرحبا بهم. الناس اللي ما يقدروش يتصلوا في بتاتر في اليوتيوب، عندي لاباج فيسبوك في الميسنجر، مي ما تصلوش ديريكتومون باسكو انا ما نهزش التليفون الميسنجر. يفو تكتب قال اخويا نحب نهضر معاك، كي يكون عندي وقت نعيط لك، ولا اتصلوا بيا في جورنال اور دو بيرو 021 67 10 46، ولا 021 67 10 72. تصبحوا على خير، بونسواري ا توتي ا توس.